مهرجان نبتة بيقدم لكم وقت الحكاية يوم 16 أغسطس. هنتعلم إزاي نكتب القصة اللي في خيالنا مع النجم أحمد أمين وعبد الرحمن جويش، وبعدها هنعرف إزاي نمثل ونعبر من غير كلام مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، وأخيرا هنكتشف طريقة الارتجال في التمثيل مع الفنان حاتم صلاح. تجربة مختلفة ومفيدة ما تتفوتش من مهرجان نبتة للأطفال.